يؤسف له هو أن ممثلي الأمة أصبحوا ممثلي أنفسهم، لأنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم انطلاقا من هذه المناقشة ديال المعاشات وضمان فهمتي مستحقاتهم وضمان فهمتيني الأمور اللي كتنفعهم. وهذا هو الغريب في الوقت اللي كان خصنا دابا الآن في ظل هذه الأزمة يكونوا الناس كيناقشوا وضعية أولا ديال الفنانين اللي كيموتوا بالجوع، وضعية ديال الناس يعني هكذا عام هذه ما خدموا شايف الناس اللي تطلقات بسبب هذه الظروف ديال الازمه، ما نكونوش كنناقشوا يعني اننا عندنا سمعتيني ونزيدوا يكون عندنا. وهذا دليل على اننا عندنا برلمانيين انانيين وعندنا ناس لا يفكرون في مصلحه الوطن ولا في مصلحه الامه بقدر ما يفكرون في مصالحهم الخاصه. وهذا للاسف الشديد يعني غيجعلنا نعيدوا النظر يعني في ترتيباتنا احنا كمواطنين، ونعيدوا النظر يعني في الطريقه ديال التصويت على هاد الناس هادو، لان هادو اكدوا انهم لا يستحقون أن ينالوا ثقتنا ولا أن ينالوا أصواتنا. وللأسف شديد للأسف شديد للأسف شديد، وماشي هذه هي مواصفات ممثل الأمة. ممثل الأمة كيخصهم يكونوا ناس كيخافوا الله كيتقوا الله، ناس عندهم قناعات ومبادئ وكيحبوا الوطن وكيحبوا المواطنين. المفروض أن النواب والمستشارين يمثلون الأمة، وبالتالي يجب أن تنعكس يعني أوضاع الأمة وآمال المواطنين في قراراتهم وفي مقترحاتهم، لكننا نرى العكس، نرى نخبة سياسية تريد أن تقتسم غنيمة وهو أمر مرفوض أخلاقيا، وسيزيد من تنفير عموم المواطنين من الانتخابات، ويعطي صورة سيئة عن انفصام النخبة السياسية عن الواقع المعيش، خصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث من الواجب التضامن، ومن الواجب أن يعطي البرلمانيون المثل في التضامن في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا. أولا مع الأسف الناس ما عرفاش أن البرلمانيين ضايعين، لا بالنسبة للخلصة ديالهم ولا المعاش ديالهم. شنو هي مثلا هذه المعاش اللي تعطيهم فيها 700 الف فرانك ولا 800 الف فرانك؟ لا شيء. وبالنسبه تعطيهم 4 مليون ولا قل شي حاجه، لا شيء. بالنسبه برنامجي مسكين انه جاي من مدينه اخرى ومكرفس وجاي الرباط وتيدافع على المواطن، يعني يستاهل ويستاهل اكثر بكل صراحه، لان كاين الناس قل منهم وتيتخلصوا اكثر منهم بلا ما نسميو. مع الاسف الناس ما عرفهاش، الناس غير تيهضروا ما فهم والو، ما فهمش الدور ديال البرلماني. هذا النقاش هذا يعني نقاش طويل يعني وفيه ما يتقال، وهذا غير هو احنا مع كاين احتراماتنا للساده البرلمانيين والدور اللي كتقوم به المؤسسه التشريعيه، ولا الدور اللي كيقوموا به يعني دور مهم وهذا، غير هو ومن حقهم الا كان تلك كان حقهم راه ماشي يعني ماشي مشكل، غير هو يعني اختاروا الظرفيه واختاروا الوقت اللي يمكن تناقش فيه هذا القانون هذا، لان دابا حنا كتعرفوا كيفاش الجائحه والظروف اللي كيمر بها العالم، وعباد الله ما لقيش خدمه وكاين البطاله وكاين يعني مؤسسات كتقفل، شركات كتقفل، يعني عباد الله متشرده يعني بزاف ديال الامور، يعني هما كيختاروا هذا الوقت هذا يعني ممكن يتسناو شي شويه حتى على الاقل تحسن الامور وترجع الامور لمجراها، وديك الساعه مرحبا.